فارس موجود؟ فارس صباح الخير. صباح النور يا قلبي، الله حيه. شو اخبارك يا فارس؟ عساك طيب، كيف حالكم؟ الله يعطيك العافيه، صبحكم الله بالخير جميع. بالنور يا حبيبي. يا قلبي يا قلبي، انا عندي كذا حاجه وما ودي اتكلم فيها، بس كفقره مليف انا دوبني شفته يوم يقول اوراق ما اوراق. امانه للامانه لما استلمت البلديه، وبكل صراحه وبكل امانه، عندي انا فقرات من قبل البلديه، ركز فيها، لي ثلاثة أسابيع أطالب وشاهد عليها علي الغامدي. أنا الآن ما أشوف الصورة عندي، ما عندي شاشة قدامي. الفقرات لك أنت؟ لي فقرة أنا حتى الآن ما تقدمت. حلو، حلوين؟ بس يلا تفك الشاشة عشان أشوف علي الغامدي، لأن علي الغامدي شاهد معايا وعلي يشهد، وهذه إن شاء الله كان يتذكرها ولا. انتهت ثلاثة أسابيع، خشينا الحين فرابع. مسلم طلباتك مسلم الرئيس البلدية اللي قبلك؟ انا والله مقدم معروف، مقدم اربع اوراق او خمس اوراق لرئيس البلديه موقع عليها. رئيس البلديه موقع عليها. طيب حلو. الان يوم جيت انا استلمت رئيس البلديه، طيب انا الان رئيس بلديه، انا قاعد ابغى اسوي حاجات. حلو. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام، الله لا يهينكم، بس انا ابغى كذا وكذا وكذا وكذا. طيب 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 طيب، يروحوا. مو ضعف مني اني اجي مثلا بشتكي ولا لا، والله ما بشتكي، يمكن اجي اسوي حاجه انا من راسي. فقره منيف عنده فقره اساسيه منيف، وعنده فقرة مقدم عليها وموجودة في الجدول من دون طلب رئيس البلدية. حلوين؟ هذه على فلاش موب. اي فلاش موب. موعدها اللي هو يوم الأربعاء الجاي. انتهى الكلام، يوم الأربعاء فقرة منيف. أنا أتكلم عن منيف إذا يسمح لي إن شاء الله. الأربعاء الجاي. أي الأربعاء الجاي. صارت مشاكل، حلو، قالوا تأجل فقرة منيف. هو مشكلة، المفروض فقرة منيف ثابتة خلاص، إذا تأجلت تتأجل اليوم اللي بعده، ما تأجل أسبوع، الأسبوع اللي بعده، الأسبوع اللي بعده. طيب إذا كان اليوم اللي بعده حدث كبير. طيب صلي على النبي، إذا كان حدث كبير، طيب أنا بتكلم معك إذا حدث كبير، أنا لي أربع أسابيع الحدث كبير، عمر الملحم اليوم فقرته اللي كانت اليوم اللي جايب فيها الهكر، تدري إنه مسلم الورقة لمين؟ هذه مين فقرة عمر ترى يا فارس؟ هذه مين فقرة عمر؟ لا مين فقرة عمر، هذه فقرة عمر قدمها. هذه عمر فقرة قدمها عمر، صح ولا لا؟ ما فيها طلبات، ما هي بالعمر أصلا، ما فيها طلبات. طيب ما هي العمر، طيب صلي على محمد. اللهم صل. فقرة بندر العلي اللي قبل أمس. هي وش هي؟ حقت المعاقين اللي جو. نعم. تدري من متى طالبها ولا ما تدري؟ من متى؟ تدري اللي طالبها قبل اسبوع ونص او اسبوعين؟ طيب وجات؟ طيب وجات يا اخي. بسالك سؤال، بسالك سؤال، انا بتكلم الان بكل صراحه، صدق والله. وبعدين فارس، انا من متى الحين انا رئيس البلديه اللي بعدي يستلم ورقه يطالع فيها زي كذا يقول خلاص طيب اوكي اعتمدها، انا رئيس البلديه، انت مسؤول عن هذا الشيء، انا لما اجي استلم حاجه زي كذا انا اقدر اسوي فيها اللي اسوي. فارس حبيبي، فارس حبيبي، على دقيقه بس، ثواني فارس، خلينا نحدد المشكله عشان نجيب الحل. طيب. الآن مشكلتك إما الطلبات أو فقراتك اللي أنت كنت ناوي تسويها يتحملها رئيس البلدية السابق. حلو. الآن أنت فارس مو بس مسؤول عن نفسك، مسؤول عن الشباب اللي معك. طيب. هل أنت استلمت طلبات الشباب وسلمتها للإدارة؟ أنا للحين أي والله عندي، ها دقيقة أوريك، شوف عشان أعلمك حاجة، عشان أنا أبغى أسلمها من اليوم وطالع للحين ما حد. هذه بعد الهواء تسلمها على طول؟ أي أحد يستلمها؟ ما حد استلمها اليوم؟ ما حد استلمها اليوم، بعد الهواء يجي الإعداد يستلمها، وإما استلمها تعالنا بكره في الكونفشن روم وتكلم. طيب انا بستلمها الورقه هذه، اوراقي طيب الاربعه والخمسه اللي اوديها العالم، العالم الطالب يطالبني، علي يطالبني، هاني يطالبني، فلان يطالبني، فلان. انت الان يا حبيبي، انت احنا جايين نلقى لك حل ونسولف معك الان. انت الان يا حبيبي الاربعه الاوراق حقت المتسابقين، طيب حقت المتسابقين اللي معك، اي متى سلمتها ومتى ما حد رفض يستلم؟ سلمت هذه حقت وائل، بسلمها من اليوم. طيب خلاص سلمها. طيب مين اللي يستلمها من اليوم؟ ما حيستلمها. سلمها بعد كلام اليوم، سلمها وينفذونها. طيب حلو، حلو. اصبر فعلي، بتقول شيء؟ لا عندي كلمه، عندي كلمه بس دقيقه بس. تفضل يا نيف. زاد فضلك والله، ان قدركم على عين والراس، والاعداد والاعداد والاداره كلهم على عين الراس. تسلم. انا الفتره هذه بدون اي فقره، بدون اي مبادره قدمها، جبت ثلاثه دروع. انا راح استمر بدون اي فقره، ولو فيه دروع انا متاكد انها راح تجيني باذن الله. السلام عليكم. يعطيك العافيه. انا طيب اشوف ودي الشباب يفهمون. تفضل فارس حبيبي. نبه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا قلبي. انا فعلا كنت واقف ذاك اليوم معك، وكنت شارح لي بعض الاشياء اللي في الفقره. صح. بعض الفقرات اللي انت طلبتها، او الفقره اللي انت طلبتها، وبعض الفقرات اللي قدموها الشباب، زي ما تقول بندر العلي يوم طلبها فقره وجلس اسبوع ونص نسق فيها. فقره بندر لما طلبها اللي فقرة بندر أساسية من بداية البرنامج، ذوي الاحتياجات خاصة من بداية البرنامج. هي جاهزة. حلو أوكي. هي أصلا ما هي بإعداد ولا هي بطلبات، هي تنسيق مع جهة حكومية أخرى. حلو أوكي. فيحتاج وقت. طيب تمام. حلو. فأنا ما أتعذر الإعداد أبدا. لا لا لا، شوف أبدا. فارس حبيبي دقيقة، ما أتعذر الإعداد.
ففقرة بندر لما جت بعد أسبوع ونص ترى تنسيق بين جهة حكومية أخرى، يعني جالس تنسق علاقات عامة، يعني مو هو بيتكلم من اليوم بكرة يفضلك. هذا هو شيء. فقرتك أنت أنا عارف وش هي، فقرت تحتاج تنسيق يا فارس. سؤال، هل كلمت فيها الإعداد والعلاقات العامة مع بعض عشان ينسقوا ولا لا؟ أعطيتوني مجال أتكلم، أعطيتوني مجال أتكلم مع أحد. الإعداد والعيل على رأسي، انتم والله على عيني وعلى راسي. بس يا جماعه الخير انا لازم اوضح للناس واوضح حتى لاخوياي، لان حتى اخوياي صاروا يقولون لي فارس انت كل يوم تقول بكره. قلت والله يا جماعه اني اطالبهم واقول لهم تعالوا تعالوا. يعني انا مثلا اول يوم استلمت في رئاسه البلديه، طيب. طلبت حاجه موجوده في القريه. وشي انا طالب تدري ايش طالب؟ ايش اللي طالبه؟ في يوم ابراهيم البعيدي يوم جاء كان في سجاد احمر مفروش، طلبته ما جاء. طيب ابراهيم معدي هذا اللي وفر مو بالقناه قلت له قال بنتواصل ابراهيم المعدي. قلت طيب اوكي جيت بعد شوي. قال تواصلت ولا؟ طيب انا اجي البيت فارس. طيب راحت النقطه فارس. بس فارس بقولك شيء، بس ودنا نفرق عشان ما نضرب امثله خطا، نفرق بين الفقره اللي تحتاج الاعداد فيها انه يجيبون اغراض حلو، وبين الفقره اللي يجيبون شخص او جهه. طيب حلو، اللي يجيبون شخص او جهه هذه تنسيقات. يعني بندر لما نسقنا لما يسر لنا التنسيق مع الحرس الوطني اللي يقصدها على جهه حكوميه، حلو، تنسيق مع اشخاص ما كنا نحتاج اي ادوات، حلو. الفقرات اللي تحتاج ادوات هي اللي لك حق تشرف فيها، انه ما وفروا الادوات بعدين يوفروا الوقت. الشيء الثاني يا فارس انه زي ما انت تطلب في 20 متسابق يطلبون، حلو. طيب حلو. فاللي يصير عند الاعداد كالتالي، أوكي. اللي يصير انه حيوفر الطلبات، اوكي، حينسق الجدول لكم، حلو، بالاضافه الى شغله الرئيسي اليومي انتاج اليومي. فارس عندي نقطة، عشان كذا بس عشان كذا ودي انت تتكلم عن الطلبات اخر طول، ما تجيب امثله للتنسيق مع الاشخاص. طيب حلو، انا بقول لك فارس علي علي لو سمحت لو سمحت خلاص ابغى اقول لك شيء يا حبيبي فارس عشان بدي اختم الموضوع. لا بغلق الموضوع يا مفزع، والله ما قد تكلمت في حاجه زي كذا. لا تفضل يقول يلا خلص الموضوع. يا اخي انا اشوف اوراق عندي، انا اشوف ثلاثة اوراق تمر علي، تقعد بعد اربع اسابيع تغلق. ليش تجمعون الاوراق يا اخي؟ غلقوا كل يوم كل يوم واحد يا اخي، حدد اليوم الفلاني خلاص اوكي. فقرتك راح تكون فيها جهه رسميه، اصبر، فيها جهه رسميه من برا. طيب اوكي نتواصل معاهم، نرجع نسالك هاي صار فيها. انا ماني خايف جوازات عشان اقعد اسبوع اسبوعين عشان بس تجيب لي فقره. فارس يا شباب الان الاعداد يتابع أبو هزاع. يا شباب بعد الهواء خذ اوراق فارس وحلوا مشكلتك. ابو هزاع سمي يا بندر. الله يعطيك العافيه. انا الشباب اذكروا اسمي لكن ما ادري ايش السالفه. صارت عشان الطلبات. انا كل مبادراتي صار ما فيها طلبات، كلها خطابات رسميه، وانا ادري انها تتاخر. انا اقول شكرا للاعداد، شكرا فايز، شكرا ناصر، شكرا 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 لك. يعطيك العافيه بندر. ابو فزاع سمي فارس. سمى الله عدوك. يوم تقولوا لي الاعداد يسمعوا كلامك وبعدها ان شاء الله يروحوا يلبوا له طلباته. أنا والله ماني جاي هنا بقولها مرة ثانية، قالها صالح الزهري وأنا أقولها بعد صالح، والله ماني تكملة عدد.